المكتبات الوطنية كذلك مكان يقصده طالب المقبل على التخرج، والذي هو في صدد تحضير مذكرة تخرجه وحتما للبحث عن المصادر والمعلومة لإثرائها وتدوينها. محمد أمين بلغدوش تنقل إلى إحدى هذه المكتبات وعاد بالتالي. اغتنم الكثير من الطلبة الجامعيين فرصة العطلة للذهاب إلى المكاتب للتحضير للامتحانات المقبلة من جهة، والتحضير لمذكرات التخرج من جهة أخرى. هذه الأخيرة، هناك من الطلبة من حدد مواضيعها ووجد أساتذة للإشراف على إعدادها، وهناك من لم يتمكن من ذلك بعد. Le thème tenant, c'était mise en œuvre de la mesure de taille des poudres par voie humide du granulateur laser. Le promoteur Huali nous a proposé le thème. Chihna Housnale. Hna mazem abdinash le mémoire tenant mazem abdinash. Donc on va passer les examens du premier semestre. On va être chez le projet de fin d'études tenant. Mais طبيعة أن المؤطر تاعك هو اللي خير لك الموضوع تاع مذكرة التخرج تاعك. هذا في حالة ما إذا كان الموضوع تاعك داخلي، أما كيكون خارجي كاين بعض المؤطرين بعض الدكاترة يتحرج مثال ما يكونش في الاختصاص تاعه ولا ما يكونش في محور البحث تاعه، همل يقول لك جيب لي موضوع يكون عندي سينا ما نقدرش نأطرك. هذا يكون عائق بزاف الباحثين في إنجاز مذكرة التخرج تاعهم. أما كاين بعض المؤطرين أنه ما عندوش إشكال، كيكون إنسان متمكن وإنسان عنده كما احنا نقولوا إمكانيات يقدر يأطرك في موضوع داخلي أو خارجي. بطبيعة الحال عندك مؤطر في مكان من دير فيه تربص تاعك، وعندك مؤطر في الجامعة. من بين العوائق التي تؤرق الطالب في إعداده لمذكرة تخرجه هو إمكانية إيجاد مؤسسة تحتضنه من أجل التربص. الجامعة تاعنا كاين لي مويان الحمد لله، عندنا لي زيكيبمون اللي لازم، انا في ان ستاج انتر ان شاء الله باسكو ليكستير اون با انا تروفي دي ديفيكولتي بور تروفي لي بواط فارماسيوتيك. فوالا ان شاء الله نديرو في لافاك. ويبقى أكثر ما يتمناه الطلاب بعد تربصهم وإعدادهم وكذا عرضهم لمذكراتهم هو الظفر بوظيفة يتمكنون من خلالها من ضخ عصارات أبحاثهم وإفادة مجتمعهم.